السلام عليكم. هنشرح النهاردة في المحاضرة دي موضوع البكتيريا الجينيتكس. هو موضوع سهل لكن هو كبير شوية، وإن شاء الله يعني هنبسطه على قد ما نقدر ويبقى في المجمل يعني سهل. أول حاجة هنبدأ بثلاث تعريفات كده بساط. أول تعريف فيهم اللي هو جين. يعني إيه جين؟ الجين ده سيجمنت من الدي ان ايه بيكونترول سبيسيفيك بروبرتي، بيتحكم في خاصية معينة. تمام. تاني تعريف اللي هو الجينوتايب او الجينوم، وهما الاتنين نفس الحاجة. يعني لما اقول جينوتايب هي نفسها الجينوم. نقصد ايه بالجينوتايب او الجينوم؟ هي الاول بكتيريا جين، ده مصطلح بنطلقه على كل البكتيريا جينز، بنقول عليهم كده، بنقول عليهم جينوتايب او جينوم. طيب تالت تعريف اسمه فينوتايب. يعني ايه فينوتايب؟ دي الاوبزرفابل بروبرتيز اوف البكتيريا سيل، يعني كل الخصائص اللي انا بلاحظها على الخلية واللي انا شايفها دي هي دي اسمها فينوتايب. طيب الخصائص دي اللي انا شايفها دي مين المسؤول عنها؟ المسؤول عنها لا اما الجينز لا اما البكتيريا اكتسبتها من الانفايرونمنت، طلعت خواص جديدة تكيفت مع البيئة اللي هي عايشة فيها فبقت بالشكل ده نتيجة تفاعلها مع الـ environment. يبقى المسؤول عن الفينوتايب اللي هو شكل البكتيريا، لإما الجينات أو الـ environment أو الاتنين مع بعض. طيب بعد كده البكتيريا جينز دول، الجينات بتاعة البكتيريا ألاقيها فين؟ ألاقيها موجودة فين؟ هلاقيها موجودة في 4 أماكن. هلاقيها في الكروموزوم بتاع البكتيريا، أو في حاجة اسمها بلازميد، أو في حاجة كمان اسمها ترانسبوزونز، أو في البكتيريوفاج. هلاقي فين الجينز بتاعت البكتيريا؟ في 4 أماكن، لا إما في الكروموزوم، لا في البلازمت، لا الترانسبوزون، لا البكتيريوفاج. وهناخد الأربعة دول كده بالتفصيل. أول حاجة هنبدأ فيها هي البكتيريال كروموزوم. يعني إيه بكتيريال كروموزوم؟ التعريف بتاعها مهم. دوت سينجل دبل ستراندد دي ان ايه مولكول which is coiled on itself، ملفوف على نفسه عشان يكون تو فورم النيوكليار ماس. يبقى هو سنجل ودبل ستراند، وهو دي ان ايه، وهو كويلد عشان ايه؟ عشان يكون النيوكليار ماس. طيب الخصائص بتاعته هي نفس التعريف، هي هو برضو بس مجمعينها يعني. تمام. هو سيركولار كويلد دبل دي ان ايه وسنجل وسيلف ريبليكيتنج مولكول. سيلف ريبليكيتنج يعني بيعرف يتضاعف لوحده يعني. تمام. السي سي دي دي اس اس ديت اختصار للبروبرتس، يعني السي اللي هو سيركولار، السي اللي بعدها اللي هي كويلد، الدي اللي هو دبل، الدي التانية اللي هي دي ان ايه، والاس سيلف ريبليكيتنج. تمام. والاس التانية اللي هي سنجل، يعني ممكن تحفظوها كده تسهل عليكم يعني. طيب ايه الخواص الكيميائية بتاعته بتاعة البكتيريا الكروموزوم ده؟ والله الكروموزوم دوت بيتكون من تو كومبليمنتري انتي بارالل تو ستراندز، يعني بيكون من اتنين، من تو ستراندز والاتنين بيكملوا بعض والاتنين عكس بعض. الاتنين ترتيب اللي هو البيزس اللي فيهم بيكون عكس بعض، واحد ماشي مثلا يعني واحد ماشي معدول والتاني ماشي بالمشقلب زي ما بنقول. طيب وكل ستراند فيهم بيكون من ايه؟ بيكون من شوجر، والشوجر بتاع البكتيريا دوت بيكون داي اوكسي ريبوز، وكمان بيكون من فوسفات وبيز. تمام. بيقولك ان الشوجر والفوسفات دول هما دول يعتبروا الباك بون، هما الباك بون بتاع الدي ان ايه، زي الانسان كده بالظبط. مش احنا مش انتوا درستوا في الاحياء في ثالثه ثانوي شابتر الدي ان ايه؟ ولا كان ملغي من عليكم؟ لو درستوه كان زينا بالظبط، يعني تركيب الدي ان ايه بتاع الخليه يعني يعتبر زينا. طيب البيزس اللي هي بتكون زياده على التركيب بتاع اللي هو الكروموزوم. احنا قلنا التركيب الاساسي شوجر وفوسفيت، البيزز بقى هي اللي بتتغير، مره تبقى جي سي اي تي. تمام. فالبيزز ديت ممكن تكون بنقسمها لبيورين وبيراميدين. تمام. البيورين دول اتنين بيزز اللي هو الادينين والجوانين،
طيب البريميدين اتنين برضو، السيتوزين والسيامين. يبقى البيورين أدينين وجوانين، والبريميدين سيتوزين وسيمين. تمام. طيب كل بايرين، كل بايرين بيز بتركب مع بريميدين بيز، يعني ما ينفعش اتنين بايورين يركبوا مع بعض ولا اتنين بريميدين يركبوا مع بعض، لا واحدة كده وواحدة كده. طيب وبيركبوا مع بيركبوا او بيعملوا بوند بهيدروجين بوند، نوع البوند اللي ما بينهم بتكون ايه؟ بتكون هيدروجين بوند. طيب وبتختلف الهيدروجين بوند ديت على حسب، على حسب الايه؟ البيز بير رول، يعني قاعدة البيز اللي هي تركيب البيز. ايه هي القاعدة دي؟ ان كل ايه بتركب مع تي باتنين هيدروجين بوند، والعكس برضو كل تي بتركب مع ايه باتنين هيدروجين بوند. طيب وكل جي بتركب مع سي بتلاتة هيدروجين بوند، بس هي هنا العلامة بتاعتها مش مكتوبة، هما تلاتة يعني المفروض بتاع البوكس اللي معمول دوت المفروض يبقى تلات شرط. طيب يعني كل جي بتركب مع سي بتلاتة هيدروجين بوند، وكل سي بالعكس برضو بتركب مع جي بتلاتة هيدروجين بوند. كده خلصنا الايه؟ خلصنا الكيميكالز وخلصنا التعريف والبروبرتس. طيب تاني البروبرتس هنقولهم بسرعة، هو سيركولر وكويلد ودبل ستراند دي ان ايه وسنجل وسيلف ريبليكيتنج، هي نفسها التعريف بقى. طيب الكروموزوم ده بيتركب من ايه كده؟ تركيبه الكيميائي من ايه؟ من اتنين ستراندس، والاتنين انتي باراليل واقفين قصاد بعض، والاتنين بيكملوا بعض، والاتنين ايه عكس بعض، واحد معدول واحد ايه بالمشقلب. طيب واللي بيتكون من ايه؟ الستراند بيتكون من شوجر وفوسفات وبيز وقاعدة نيتروجينية. طيب الشوجر والفوسفات هما التركيب الاساسي للدي ان ايه، هما اللي بيعملوا الباك بون. طيب والبيز ممكن لا اما تكون بايرين او بيريميدين، بايرين زي الادينين والجوانين، والبيريميدين زي السيتوزين والسيامين. طيب البيورين بتركب مع بيراميدين بهيدروجين بوند، عدد الهيدروجين بوند بيختلف على على حسب مين؟ على حسب البيز اللي عندي. لو هي ايه هتركب مع تي باتنين هيدروجين بوند، والعكس صحيح. لو هي برضو لو هي جي هتركب مع سي بثلاثة هيدروجين بوند، والعكس برضو صحيح. ودوت دياجرام بيوضح ايه تركيب الدي ان ايه، ادي واحدة لقوها بالمحطوطة عدل من خمسة لتلاتة، وعكسها التانية اللي قصادها اللي هي بالاصفر ماشية من تلاتة لخمسة. تمام. هتلاقي فيه هيدروجين بوند تلاتة وهيدروجين بوند اتنين في النص، ده على حسب مين؟ ده على حسب اللي هي البيزس دي. تمام. وعرفنا بقى بعد كده الفانكشن بتاعة البكتيريا الكروموزوم. اول حاجه البكتيريا الكروموزوم ده مسؤول على عن ايه؟ عن الجينيتك انفورميشن، فيما يسمى بالجينيتك كود، هو اللي مسؤول هو ايه عليه كل خصائص البكتيريا مكتوب عليه. تاني حاجه المسؤول عنها البكتيريا الكروموزوم هو بيهلب في السيل ديفيجن، قبل ما الخليه تنقسم كده كان في تغيرات كده بتحصل في الدي ان ايه بتاعه البكتيريا، اول ما تشوف الدي ان ايه بتاع البكتيريا ده تعرف ان السيل داخله في انقسام اصلا. تمام. تالت حاجة مسؤول عنها الكروموزوم برضو او البكتيريا الكروموزوم مسؤول عن البروتين سينسس بتاع البكتيريا. طيب هنشرح كل واحدة من فانكشن من دول بالتفصيل. اول حاجة الجينيتك كود اللي هي الجينيتك انفورميشن دي، ده هنقول عنه تعريف بس. يعني ايه جينيتك كود؟ ده السيكونس بتاع البيورين والبيراميدين بيزس في الدي ان ايه مولكول which controls the production of amino acid. يعني هو هي ايه الجينيتك كود دي؟ الترتيب اللي هي البيزس البيورين والبيراميدين جوه الدي ان ايه، وترتيبها بشكل معين بيبقى مسؤول على البرودكشن اوف الامينو اسيد، عشان احنا عارفين ان الدي ان ايه بعد كده بننسخ منه نسخه ايه؟ ام ار ان ايه، والام ار ان ايه ديت كانت بتخرج بره النيوكليوس وكانت بتترجم بره وبصنع منها بروتين، صح؟ تمام. يبقى التعريف تاني ده السيكونس بتاع البيورين والبيراميدين بيزس في الدي ان ايه مولكول اللي بتتحكم في انتاج الامينو اسيد اللي هي البروتين اللي بتكون البروتين. طيب تاني حاجه الكروموزومال ريبليكيشن. الكروموزومال ريبليكيشن هنتكلم هو بيتعمل ازاي اصلا. انا دلوقتي بيقولك بيبقى عندي 1 دي ان ايه مولكول، ال 1 دي ان ايه مولكول ده انا عايز اعمل منه نسختين، اتنين دي ان ايه مولكول. فكان ايه اللي بيحصل؟
فبيحصل ان التو ستراند بيتفصلوا عن بعض، كل ستراند يكون الكومبلمنت بتاعه، المكمل بتاعه اكوردنج للبيزز اللي فيه. يعني مثلا إيه، انا شفت البيز الاولانيه ايه، فاقوم حاطها قدامها تي، واجيب له واجيب فوسفات واجيب شوجر، تمام، واحط البيز دي كده، انا بكون المكمل، وهكذا بقى لحد ما الايه، ما الستراند كله يخلص، وانا كده في الاخر هحصل على اتنين ستراندز من الدي ان ايه، من ايه، من كانوا من اصل واحد، يعني هو الواحد اتقسموا لاتنين. طيب، والاتنين اللي انا حصلت عليهم جداد دول هم شبه البيرنت مولكول اللي هو الاصل، شبه الاصل بالملي. طيب، الستيبز تاني هنقولها تاني، ان الكروموزوم بالتفصيل بقى، ان الكروموزوم عشان الخلية يحصل لها ريبليكيشن او الكروموزوم ريبليكيشن، بيحصل الاول ان الكروموزوم بتاع البكتيريا يمسك في حتة على السيتوبلازميك ممبرين اسمها ميزوسوم، لما يمسك في الميزوسوم دي يحصل استيمولاشن للريبليكيشن ده بقى. طيب، بعد كده ايه اللي يحصل؟ التو ستراند بينفصلوا عن بعض بانزيم اسمه هيليكاز انزيم. طيب، ولما كل ستراند يتفصل عن بعضه، بعد كده يتكون لكل واحد الكومبلمنت بتاعه. مين اللي بيكون الكومبلمنت بتاع ده وبتاع ده؟ انزيم اسمه دي ان ايه بوليميريز، دي ان ايه بوليميريز، احفظوا اسماء الانزيم دي مهم. طيب، بعد كده ما الستراند تكون، يجي واحد انزيم تاني يتمم كده على اللي اتكون جديد ده، عشان لو في اي اخطاء اتعملت اثناء الريبليكيشن هو يصلحها. ده مين بقى الانزيم اللي بيعمل كده؟ اللايجيز انزيم. التو ستراند ار لايجيتد باللايجيز انزيم، اللي هو بيتمم على الشغل بتاع الدي ان ايه بوليميريز ده. يا ترى في بيز اتحطت هنا غلط مثلا كده، يعني بيصحح اي اخطاء تحصل. طيب، في ملحوظة صغيرة كده، بيقولك ان الدي ان ايه ريبليكيشن ده سيمي كونزرفاتيف. يعني ايه سيمي كونزرفاتيف؟ يعني بيحافظ على الاصل، عشان انا اصلا واخد نص الاصل اللي كان موجود، فهو مش بنقول عليه كونزرفاتيف كامل، لكن هو سيمي كونزرفاتيف. تمام، نقول تاني اللي احنا قلناه في الشريحة السلايد دي، قلنا الفانكشن، وقلنا ثلاث حاجات، والثلاث حاجات احنا بنشرحهم بالتفصيل. شرحنا منهم اتنين، الجينيتك كود والكروموزوم ريبليكيشن. الجينيتك كود عرفنا منه الديفينيشن بس، اللي هو السيكونس بتاع البيورين والبيراميدين في الدي ان ايه اللي بيتحكم في البرودكشن او في الامينو اسيد او البروتين. الكروموزوم ريبليكيشن عرفنا الستيبس بتاعته، ان انا عندي واحد دي ان ايه مولكول، بعمل اتنين دي ان ايه مولكول منه، اللي هم بيكونوا ايدنتيكال للبيرنت مولكول. وعرفنا الستيبس والانزيمز اللي مسؤولة عنها، ان الكروموزوم بيأتاش لمين؟ للميزوزوم، ودي الميزوزوم دي حتة في السيتوبلازميك ميمبرين بتاع البكتيريا. لما يحصل كده بيحصل ستيمولاشن للريبليكيشن، ازاي؟ ان التو ستراند بيتفصلوا بالهيليكيز انزيم، بعد كده الدي ان ايه بوليميريز يجي يعمل نسخة، يكمل كل ستراند اللي هو ناقص دوت، يعمل له الحتة بتاعته اللي ناقصة، الكومبلمنت بتاعه. وبعد كده اللي بيجي يتمم هو مين؟ اللايجيز انزيم ودي ان ايه ريبليكيشن، ده سيمي كونزرفاتيف. طيب، تالت حاجة البروتين سينسس. البروتين سينسس ده في كذا عملية، في كذا حاجة. أول حاجة الترانسكريبشن. يعني ايه الترانسكريبشن ده؟ بيتم يعني البروتين سينسس، عشان أعمل بروتين سينسس بمشي مراحل كده، خطوة خطوة. أول حاجة بتحصل هي الترانسكريبشن دي. يعني ايه ترانسكريبشن؟ يعني فورميشن اوف الام ار ان ايه من الدي ان ايه اللي جوه النيوكليس. مين الانزيم المسؤول عن كده؟ هو الدي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز. عشان خد بالك، عشان في الشريحه اللي فاتت كان عندنا دي ان ايه ديبندنت، دي ان ايه بوليميريز ده اللي كان بيعمل الكومبلمنت، تمام، لكن الدي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز ده اللي بيعمل الام ار ان ايه. بعد كده الام ار ان ايه لما بيتكون بيقوم سايب النيوكليوس وخارج بره في السيتوبلازم، يخرج لمين؟ يخرج للرايبوزوم اللي بره، يمسك في الرايبوزوم، والرايبوزوم دي هي المسؤوله، العضيات اللي في الخليه المسؤوله عن البروتين سينسس. واخر حاجه بيقولك ان كل 3 بيزز على الام ار ان ايه بنسميهم كودون، وكل 3 بيزز دول بيعملوا واحد امينو اسيد. تمام، بعد كده بيحصل الخطوه الثانيه اللي هي الامينو اسيد اكتيفيشن. بعد ما خرجنا الام ار ان ايه بره الخليه، يجي مين؟ يجي التي ار ان ايه. التي ار ان ايه يمسك في مين؟ هو كمان يتاكتف. يحصل له اكتيفيشن ازاي؟ عن طريق ان في امينو اسيد يمسك فيه. هو التي ار ان ايه ده بيكون له تو ارم كده، في الارم اللي فوق بيمسك فيه واحد امينو اسيد فيحصل له اكتيفيشن، ويصحى بقى ويروح يعمل شغله. ايه شغل التي ار ان ايه ده؟ التي ار ان ايه ده كان بيروح يقرا اللي على الام ار ان ايه، يروح يقرا الام ار اللي هي الكودون اللي على الام ار ان ايه ويفسرها لامينو اسيد، يحولها لامينو اسيد. ماشي. فالتي ار ان ايه اكتيفيتد امتى؟ لما الامينو اسيد يمسك في وان اند، والوان اند التاني بتاعه يمسك في الانتي كودون اللي هو على الام ار ان ايه. وبعد كده يحصل ايه؟ يحصل الترانسليشن.
يعني ايه ترانسليشن بقى؟ ان انا اترجم الام ار ان اللي موجود عندي اترجمه الامينو اسيد، والامينو اسيد ديت اكون بيها بروتين معين. طيب الديفينيشن تاني، فورميشن اوف بروتين باي رايبوزوم اكوردنج تو البيس سيكونس في الام ار ان ايه. تمام، تعريف مهم. الانتي كودون بيقول لك ان الانتي كودون على التي ار ان ايه بتيونت بتيونت ويز مين ويز الكودون على الام ار ان ايه، والامينو اسيد بتتكون عن طريق كده. طيب الامينو اسيد اللي طلعت دي انا عايز اكون منها بروتين. طيب اكون منها بروتين ازاي؟ لو انا بقى ربطتها بايه، ربطتها ببولي بيبتايد، بولي بيبتايد كده انا كونت البروتين. يعني انا عندي امينو اسيد وامينو اسيد وامينو اسيد، لما اشبكهم في بعض ببولي بيبتايد تشين كده انا عملت الايه، البروتين. خلاص كده عملنا البروتين الحمد لله. يعني كده خلصنا بقى الايه، البكتيريال كروموزوم. هنقول عناوين بس، مش هنشرح تاني. خدنا الديفينيشن وخدنا البروبرتيس والكيميكال استراكشر بتاع الكروموزوم، وعرفنا الفانكشن بتاعتها اللي كانوا ثلاثة، وشرحنا كل الثلاثة دول كل واحدة بالتفصيل. ماشي، بعد كده كان تاني حاجة في أول شريحة احنا قلنا بعد البكتيريا الكروموزوم كان في مين؟ البلازمد. تمام، هنشرح البلازمد بقى. البلازمد ايه هو تعريف البلازمد؟ البلازمد ده اكسترا كروموزومال جينيتك اليمنت. طيب عامل ازاي؟ ده سيركولر وكويلد، وهو دبل ستراند دي ان ايه وسيلف ريبليكيتنج. يهيئ لك كده ان هو شبه تعريف البكتيريا الكروموزوم، صح؟ لكن لا، هما بيختلفوا في حاجات، فعشان كده هنعمل كومبير بتوين البلازميد والبكتيريا الكروموزوم. هما شبه بعض في ايه وبيختلفوا عن بعض في ايه؟ هما شبه بعض في ايه؟ ان هما الاثنين سيركولر، وان هما الاثنين كويلد، وان هما الاثنين بيتكونوا من دبل ستراند ودي ان ايه، وهما الاثنين ريبليكون، يعني بيعرفوا يعملوا سيلف ريبليكيتنج. تمام، طب بيختلفوا في ايه بقى؟ بيختلفوا ان البلازميد يختلف عن البكتيريا الكروموزوم في ايه؟ ان البلازميد ده بيكون اكسترا كروموزومال، ماهوش داخل الكروموزومات، لا ده بتبقى حاجه موجوده، هي حاجه فيها دي ان ايه وفيها مسؤوله عن شويه خصائص بتاعه الخليه، لكن مش بعتبرها من جوه من ضمن الكروموزومات، لا دي حاجه جنب الكروموزوم بتاعه الخليه كده، يبقى هي اكسترا كروموزومال، وكمان هي اصغر سمولر زين الكروموزوم، وكمان بتكاري سمول نمبر اوف الجينز، مش زي الكروموزوم بيحمل معظم الجينز بتاعت البكتيريا، لا ديت البلازميد ده بيحمل شويه جينز كده صغيره على قده كده. والبلازميد ده كمان ممكن يكون سنجل او ممكن يكون مالتيبل، لكن الكروموزوم عندي كان سنجل بس، كان سنجل بس. طيب وكمان البلازميد ده ديسبنسابل. يعني ايه ديسبنسابل؟ يعني البروبرتيز بتاعته اللي هو بيعبر عنها not essential for life of البكتيريا، يعني ما هاش حاجات، ما هاش جينز مسؤولة عن الخلية، عن حياة الخلية أو موت الخلية، لا زي مثلا الجروث والريبرودكشن، لا هو مش مسؤول عن الحاجات اللي هي الأساسية دي، هو ممكن يكون مسؤول عن حاجات إيه، حاجات كده البكتيريا ممكن تستغنى عنها، زي مثلا إنها تفرز إكزوتوكسين، زي إنها مثلا يكون لها ريزيستنس ضد حاجة معينة، يعني مسؤول عن حاجات كده الخلية بتكونش محتاجاها قوي يعني. تمام، عرفنا الفرق بين البلازميد والكروموزوم والتعريف بتاع البلازميد والكروموزوم، لازم نفرق بينهم كويس عشان مهمين. الكلاسيفيكيشن بقى بتاعت البلازميد، الكلاسيفيكيشن بتاعت البلازميد مهمة برضو، وبيتقسم لثلاثة كلاسيفيكيشن. اول كلاسيفيكيشن على حسب ايه، بنقسمهم على حسب النمبر بتاع البلازميد في السيلز، في السيل الواحده يعني. طيب بيتقسم على حسب النمبر لايه، لحاجتين، لا اما ريلاكسد ريبليكيتنج بلازميد او سترينجد ريبليكيتنج بلازميد برضو. طيب الريلاكسد بلازميد ده عدده بيكون من 30 ل 50 في الخليه الواحده، وبيكون سمول ان سايز، يعني بيبقوا كده كتير وصغيرين، يعني زي ما بيقولوا كده العدد في الليمون، هم يعني كتير بس ما لهمش لازمه، صغيرين يعني. طيب السترينجد بلازميد ده، الاسترينجت بلازمت عدده بيكون قليل لكن الحجم بتاعه بيكون كبير، لارج ان سايز، عدده بيكون قليل بيكون قد ايه؟ يعني من 1 لـ 5 في الخليه الواحده. يبقى انا اكوردنج النمبر البلازمت بيتقسم لحاجتين، يا اما ريلاكسد بلازمت او استرينجت بلازمت. عرفنا ده عدده قد ايه وحجمه قد ايه، وده عدده قد ايه وحجمه قد ايه. طيب البلازمت ممكن اقسمهم تقسيمه كمان، اقسمهم حاجتين، كومباتبل بلازمت ونون كومباتبل بلازمت. يعني ايه كومباتبل؟ يعني متوافقين، يعني ممكن يكونوا اكتر من بلازمد نوع مختلف في نفس الخليه وموجودين عادي وعايشين في سلام وما بيتخانقوش مع بعض.
لكن في نون كومباتبل بلازمد ما ينفعش يبقوا موجودين في خلية واحدة. لو واحد موجود والتاني جه عليه التاني يسيب له المكان ويمشي، ويسيب له الخلية ويمشي، متخانقين مع بعض ما بيستريحوش مع بعض. يبقى الكومباتبل اللي هم اكتر من واحد يبقوا موجودين في نفس السيلز، في نفس السيل، والاتنين قاعدين مع بعض عادي. النون كومباتبل ما ينفعش يبقوا موجودين مع بعض في نفس السيل. تمام. اخر بقى كلاسيفيكيشن بقسمها على حسب ايه؟ على حسب الكونجوجيشن، على حسب، بقسم البلازميد على حسب الكونجوجيشن، مين اللي بيحصل له كونجوجيشن ومين اللي ما بيحصلوش. طيب زي الاسم بالظبط، بقسمهم واحد اسمه كونجكت بلازمت والتاني نان كونجكت بلازمت. الكونجكت بلازمت دوت عنده 6 بلازمت اللي هي بتكون السكس بيلس وتعمل كونجكيشن. السكس بيلس دي المسؤولة عن ايه؟ عن الكونجكيشن. زي كوبري كده بيحصل منه بيحصل من خلاله الكونجكيشن. طيب النان كونجكت بلازمت ده والله ولا عنده 6 بلازمت ولا بيعمل كونجكيشن، وهنعرف هنعرفهم برضو بالتفصيل بعد كده. ده اختصارا يعني. يبقى احنا قسمناهم 3 تقسيمات according number، وفي تقسيمة كمان ممكن اقسمها، بقسمها compatible و non compatible، واخر تقسيمة بقسمها على حسب ايه؟ ال conjugation. يعني التقسيمة التانية دي بنقسمها على حسب ال compatibility دي اللي هي التوافق دي. تمام. خلصنا ال classification. دي رسمة كده توضيحية لعملية ال conjugation، ان انا عندي 2 cells اهمت، 2 بكتيريا، واحدة عندها بلازمد اهي، والبلازمد بتاعها دوت بيعرف يعمل 6 بيلس، فعشان كده البيلس موجودة اهي اللي هي لونها رمادي دي اللي هي هنا دي. فالخلية دي هي اللي عملت الايه؟ البيلس. تمام. فالكوبري ده اتعمل واتنقل من خلاله البلازمد، حتة من البلازمد مش كله، حتة من البلازمد راحت للخلية التانية. تمام. وكل خلية عملت كونت الحتة الناقصة. يعني مثلا انا خدت من دوت حتة وايه، والخليه عوضتها وكملت الناقص فيه وبقى كامل اهو. والخليه التانية برضو انا خدت حته منه صغيره، هي برضو كملته وبقى كامل اهو. والاتنين، ومش هو البلازمت ده كان المسؤول عن تكوين البلس، التانية اهي بقى طلع لها بلس هي كمان، والاتنين بقوا زي بعض بالظبط. تمام. والكونجوجيشن هتتشرح برضو في اخر سلايد تاني. ديت بعد كده ده جدول مقارنة بقى بالتفصيل ما بين الكونجكت بلازمت والنون كونجكت بلازمت. طيب الكونجكت بلازمت دوت كده باختصار كده هو نفسه السترينجت، يعني هو اسم تاني للسترينجت يعني. طيب والنون كونجكت ده الريلاكس، ده الريلاكس. تمام. فتعالوا نقارن ما بينهم، ان دوت عدده قد ايه؟ نفس السترينجت، من 1 لـ5 سيل، وعدد وحجمه بيبقى ايه؟ بيبقى كبير، لارج. طيب النون كونجكت بيبقى عدده كتير، اكتر من 30، وبيبقوا small in size. طيب مين اللي عنده F factor؟ ال F factor دوت اللي هو ال fertility factor، اللي هو المسؤول عن اللي هو ال sex villus formation. تمام. اللي هو اللي فيه البلازمد، اللي هو الاني بكتيريا اللي فيها البلازمد مسؤول عن البلس formation. الكونجيجيت هو اللي بيبقى عنده، هو اللي بيبقى عنده ال F factor ده، وعشان كده الكونجيجيت كمان هو اللي بيبقى عنده sex villus formation، وكمان هو اللي بيحصل عنده الكونجوجيشن. اهو. وكمان الهوست، مين بقى الخلايا اللي بتعرف تعمل كده؟ معظمها يعني بيبقى جرام نيجاتيف بكتيريا. الجرام نيجاتيف بكتيريا هي اللي بيبقى عندها الاف فاكتور وبتكون 6 بلس وتعمل كونجوجيشن، وهي بتبقى ايه؟ عندها الكونجكت بلازمت ده. طيب على العكس بقى، النون كونجكت بلازمت، البلازمت اللي فيه بيبقوا ريلاكسد وسمول ان سايز، وما همش مسؤولين على، ما عندهمش الاف فاكتور، وما عندهمش 6 بلس، ما بيعرفوش يعملوا 6 بلس، وما بيحصلش الكونجوجيشن، ودوت كومن في الجرام بوزيتيف بكتيريا. الجرام بوزيتيف بكتيريا ما بيحصلش فيها كونجوجيشن. طيب عايزين نعرف بقى الميديكال امبورتانس بتاع البلازمت ده، يعني البلازمت ده كده ايه اهميته؟ يعني هما ستة اهميات للبلازمت ده. اول ثلاثة هما فاكتور، ثلاثة فاكتورز ماشي. اول واحد الار فاكتور او الار بلازمد. الار دي بترمز لايه؟ بترمز لريزيستنس، ريزيستنس المقاومه. تمام. ريزيستنس لمين بالظبط؟ للدراج، دراج ريزيستنس، دراج ريزيستنس. يعني الار دي بترمز للدراج ريزيستنس. طيب يعني البلازمد، يعني في بعض من انواع البلازمد بتكون ايه؟ بيكون عندها جينات مسؤوله ان الخليه، ان البكتيريا دي تبقى ريزيستنس لدراج معين. يعني لو في بلازمة كده انا عارفه وعارف نوعه والجينات اللي جواه دي، انا عارف انها مسؤوله عن ايه؟ عن الدراج ريزيستنس بتاع الخليه دي. طيب تاني حاجه الاف فاكتور، او بنقول عليه الفيرتيليتي فاكتور، او السكس بلازمد، بنسميه السكس بلازمد ده. السكس بلازمد ده بيبقى فيه جينات مسؤوله عن البيلس فورميشن اللي هي بتعمل الكونجوجيشن. تمام.
تالت فاكتور اللي هو الكول فاكتور. ايه هو الكول فاكتور؟ الكول ديت اختصار للكوليسين. الكوليسين يعني في بعض انواع من البلازمت كده فيها جينات مسؤوله عن الكوليسين برودكشن. ويطلع الكوليسين ده، الكوليسين ده حاجه بتفرزها بعض انواع البكتيريا بتموت اي نوع بكتيريا موجود حواليها غيرها. يعني عامل زي الاسلحه كده، بتطلق رصاص على كل اللي حواليها اللي مش زيها، تموت بقى اي بكتيريا حواليها. تمام. او بنسميه برضو الكوليسين ده اللي هو بكتيريا ادام البكتيريا اللي بتفرزه اسمه بكتيريوسين. البكتيريوسين. تمام. رابع حاجة، رابع أهمية للبلازمد اللي هو الفيريولانس بلازمد، إن في بعض أنواع من البلازمد فيها جينات مسؤولة عن البرودكشن أوف الإكزوتوكسين. الإكزوتوكسين دي هي المسؤولة عن الفيريولانس. يعني إيه الفيريولانس؟ يعني شدة الخلية. يعني كل ما الخلية كانت إيه، كانت مور فيريولانس. يعني مش أنا عايزة أفهمكم يعني إيه فيريولانس بس مش لاقية كلمة. يعني كل ما بتضعف أكتر وتبقى شرسة أكتر بنقول عليها مور فيريولانس. تمام. ففي مين اللي بيبقى مسؤول عن الفيريولنس بتاعتها دي؟ ممكن يكون فيها بلازميد هو اللي كسبها الخاصية دي، الجينات اللي فيه هي اللي ايه، هي اللي مكسباها الخاصية بتاعت الفيريولنس دي، فيخليها تفرز اكزوتوكسين، والاكزوتوكسين دي هي اللي بتهاجم الجسم وتخليها مور فيريولنس يعني. تمام. خامس ميديكال امبورتنس اللي هي في بعض البلازميد مسؤولة عن البايو كيميكال اكتيفيتيز بتاعت البكتيريا. يعني ايه مثلا؟ يعني زي الشوجر فيرمنتيشن. يعني هتلاقي بعض انواع من البكتيريا بتعمل شوجر فيرمنتيشن، تيجي تدور في الجينات بتاعتها مين المسؤول عن الشوجر فيرمنتيشن هتلاقي جواها بلازمد هو اللي مكسبها الخاصيه بتاعت الشوجر فيرمنتيشن دي. طيب في بعض انواع البلازمدات برضو مسؤوله عن البروتكتيف فانكشن، بتحمي البكتيريا من حاجات معينه. زي ايه مثلا؟ زي انها تحميها من الهيفي ميتال، او تحميها من اليو في، من الالترا بايلوت ريز اليو في ار، او تحميها من سيرتين فاج. يعني مثلا في بلازمد معينين بيحموا البكتيريا من الفاج، ما ادام البلازمد موجود فيها ما يخليش الفاج يدخلها. تمام. يا رب تكونوا فهمتوهم. يعني نقولهم تاني، الميديكال امبورتنس تاني الار فاكتور اللي هو الار بلازمد اللي هي الريزيستنس المسؤول على ايه، ريزيستنس للدراج. طيب الاف فاكتور اللي هي الفيرتيليتي فاكتور او بنسميها سكس بلازمد اللي هو البلازمد اللي مسؤول عن انه يطلع البلس ويعمل كونجيجيشن. طيب الكول فاكتور اللي هي البلازمدات اللي بتعمل، اللي بتطلع لي مين، بتطلع لي بتخلي الخليه تفرز الكوليسين ده، الكوليسين اللي هو بيموت اي بكتيريا مش من نفس نوع البكتيريا دي. والفيرولانس بلازمد اللي هم بيعملوا ايه، بيخلوا البكتيريا تفرز اكزوتوكسين ويخليها مور فيرولانس. وخامس حاجه البايوكيميكال اكتيفيتي زي مين، زي الشوجر فيرمنتيشن. وسادس حاجه البروتكتيف فانكشن ان هو مسؤول عن حمايه البكتيريا من بعض الحاجات زي الهيفي ميتال واليو في ار وسيرتين فاجس اللي هي بتهاجم. الفاجس دي هنعرفها برضو في الجاي في ال... فهي كانت مسؤوله، الفاجس دي كانت بتهاجم البكتيريا، ديت فيروس بيهاجم البكتيريا. تمام. فالبلازميد كان بيحمي البكتيريا من الفاج اللي بيهاجمها ده. خلصنا البلازميد الحمد لله، عرفنا فيه ايه، عرفنا فيه التعريف بتاعه وقارناه بالتعريف بتاع الكروموزوم وعرفنا هو مختلف في ايه ومتشابه في ايه، وعرفنا الكلاسيفيكيشن بتاعته 3 كلاسيفيكيشن، وشفنا المقارنة بتاعة الكونجيجيتيف والنون كونجيجيتيف بلازميد والميديكال امبورتنس بتاعته. تالت حاجة بقى بلاقي فيها البكتيريا الكروموزومز، البكتيريا الجينيتكس. البكتيريا الجينيتكس موجودة، احنا قلنا في 4، في كروموزوم وبلازمد وترانسبوزون وبكتيريوفاج. خلصنا اول 2 الحمد لله، فاضل لنا 2 ترانسبوزون والبكتيريوفاج، ومش هنرجع للشريحة دي تاني. الترانسبوزونز او بنسميها لها 4 اسامي، متوصيين باساميها قوي يعني، او بنسميها حاجة تاني اسمها جامبينج جينز، او تعريف او اسم تالت ليها اسمها ترانسبوسابل جينيتك اليمنت، او بنختصرها تي اي اس ترانسبوسابل اليمنتس. تمام. او اسم رابع ليها موبايل جينيتك اليمنتس. يعني ايه من الاخر، يعني ايه اللي مسمينها اسماء كتيره؟ الاسماء اصلا ما تلخبطش، يعني كلهم شبه بعض وبيدلوا على الحاجه اللي هم بيعبروا عنها. يعني هو ممكن ترانسبوزونز هو ممكن الاسم اللي عايز يتحفظ وخلاص. يعني ايه بقى الترانسبوزون؟ دول سيجمنت من الدي ان ايه بتكان موف فروم وان سايد في الدي ان ايه وتروح لانذر سايد في السيم دي ان ايه او في ديفرنت دي ان ايه. يعني حته كده عماله ايه، عماله تلعب شويه تبقى هنا شويه تبقى هنا، او تسيب الدي ان ايه خالص وتروح تمسك في واحد تاني، حته بتلعب كده. طيب واللعب بتاعها ده يجي على دماغنا؟ اه بيجي على دماغنا. طيب ايه الخواص بتاعتها؟
الخواص بتاعتها ان الحته دي ما تعرفش تعمل نو اوتونوموس ريبليكيشن، يعني ما تعرفش تعمل ريبليكيشن من نفسها، لا يعني ما هي ذاتيه الريبليكيشن، هي يحصل لها ريبليكيشن لما الاستراند كله يحصل له ريبليكيشن، هي كمان يحصل لها الريبليكيشن، هي مش عشان بتتحرك وتمشي من هنا لهنا تبقى يعني منفصل عن البتاع وهتبقى لها خواص غير الاستراند كله، لا هي بتشترك في الاستراند انها ما تعرفش تعمل ريبليكيشن لوحدها. طيب وكمان بتكون have inverted repeats، يعني ايه؟ بتكون repeat لو انت قريتها من اليمين هي نفسها من الشمال، زي عارف زي كلمة خوخ كده، لو انت قريتها من يمين شمال هتديك نفس المعنى. فهي بتبقى ترتيب البتاع ده البيزس فيها بيبقى واحد سواء قريته من هنا او قريته من هنا، فهي تقعد يعني بتقعد ايه تلف كده، لو لفت وركبت بترتيب غير اللي كانت راكبه بيه يعني مش هتفرق، لانها ايه بتتقري من هنا زي من هنا. يبقى have inverted repeat. تلاتة have gene for reproduction of enzymes needed for integration. الحتة دي بيكون ليها الانزيمز بتاعتها هي، ما تعرفش تعمل ريبليكيشن لوحدها لكن عندها الانزيمز الخاصة بيها بتاعتها اللي هي بتعمل انتجريشن، بتحافظ على الحته دي، بتحافظ على فاكرين الانتجريس كنا بنقول بيعمل ايه؟ كنا بنقول بعد ما يحصل ريبليكيشن كان بي ايه كان بيتمم يشوف حاجه ناقصه حاجه زادت يصلحها، صح؟ فهي الحته دي فيها الانتجريس بتاعها وفيها الترانس الانزيم التاني ده ترانس بوزيز، ده ترانس بوزيز. يطلع ايه بقى الترانسبوزيز ده؟ الترانسبوزيز ده انزيم هو المسؤول على ان الحته دي تنفصل ويروح يركبها في حته تانية، يعني هو بيقطع ويوصل من حته تانية، تمام. والانتجريز ده اللي هو بيتمم زي ما احنا قلنا على الايه، على لو في حاجه ناقصه في الحته اللي اتفصلت ديت، واحده بيز ضربت ولا حاجه ولا باظت ولا حاجه يشيلها ويحط بدلها، تمام. بعد كده رابع بروبرتي اللي هو بيقول لك الانسرشن اوف ترانسبوزون انتو اجين افكت اتس فانكشن، يعني ايه؟ يعني انا لو الترانسبوزون ده لما كان يروح يمسك في حته تانية مختلفه هل الحاجه دي مش بتاثر؟ لا بتاثر، وقلنا بتبوظ ساعات كمان ان يحصل ميوتيشن يحصل طفره، ممكن حتى كمان توصل انها تموت البكتيريا او تكسب البكتيريا خصائص جديده او تغير في خصائصها، تمام، ان يحصل ميوتيشن في البكتيريا دي. يبقى ايه البروبرتيز تاني؟ ان هو مع الترانسبوزوم دي ما تعرفش تعمل ريبليكيشن لوحدها ولكن عندها الانزيمز بتاعتها اللي هي بتحافظ عليها، بتحافظ على الحته دي اللي هي نيدد فور انتجريشن، زي مين؟ زي الترانسبوزيز ده والانتجريز. وانها كمان بتكون عباره عن انفرتد ريبيتس، ريبيت تقراها من اليمين للشمال هي واحده، وكمان لما تروح تمسك في حته تانية ممكن تعمل ميوتيشن او تاثر على الفانكشن على فانكشن معينه في البكتيريا. طيب والتعريف برضو مهم، انها سيجمنت من الدي ان ايه كان موف فروم وان سايد في الدي ان ايه تو انذر سايد في السيم دي ان ايه اور ديفرنت دي ان ايه مولكول، تمام. عايزين نعرف بقى التايبس بتاع الترانسبوسبل اليمنت دي. في عندي هم 4 تايب، هما متركمين غلط، ماشي نسينا التلاتة تقريبا، حذفنا التلاتة. ما علينا، هما 4 تايب. أول تايب اللي هو الانسيرشن سيكونس، الانسيرشن سيكونس دوت بتاع دوت أكتر واحد بسيط فيهم، ده السيمبلست في يعني أكتر حاجة بسيطة فيهم هو الانسيرشن سيكونس ده. بيتكون من ايه؟ بيتكون من 2 inverted repeat والجين فور انزيم برودكشن في النص. هنعدي بس البتاع ديت ونشوف، ديت بتاعنا كاتباها كده بإيدي، معلش الخط وحش. بس ان شاء الله تفهمكم. يعني ادي الانسرشن سيكونس اهو، بيتكون من ايه؟ ادي انفرتد ريبيت على الطرف، وادي الانفرتد ريبيت التاني على الطرف التاني، وفي النص بيكون في جينز فور الانزيمز اللي هي الجينز المسؤوله عن الانزيمز برودكشن، تمام. ده تركيب الانسرشن سيكونس. نرجع تاني بقى لتاني تايب اللي هو الترانسبوزون. الترانسبوزون في منه 2، في سيمبل ترانسبوزون وفي كومبوزايت ترانسبوزون. كومبوزايت يعني هي كومبلكس. يعني ايه السيمبل ترانسبوزون؟ السيمبل ترانسبوزون دي تعتبر زي الانسيرشن سيكونس كده، ولكن عليها على الجينز دي في جين كمان زياده اديشنال جينز. الاديشنال جينز دي ممكن تكون مسؤوله على الانتي بايوتيك ريزيستنس او ممكن تكون مسؤوله على التوكسويد برودكشن، تمام. ونشوفها هنا برضو، ده السيمبل ترانسبوزون بيكون فيه هنا انفرتد ريبيت وهنا انفرتد ريبيت برضو، وفي النص في جينات زائد كمان في اديشنال جين مسؤول عن الانتي بودي ريزيستنس، دي الاختصار ده انتي بودي ريزيستنس او توكسويد ايه برودكشن، يعني هي زي اللي فوقها ولكن عليها ايه، عليها اديشنال جين مسؤوله عن خاصيه جديده مش موجوده في الجينز اللي هم بتوع الانزيمز ايه برودكشن. الكومبوزايت ترانسبوزون بقى
هو ديت الكومبلكس معقد، تركيبها معقد شويه عن السيمبل ترانسبوزون. بتتكون من ايه؟ من سنترال ريجون، برضو فيها جينز فور انزيم برودكشن، وكمان على الطرف بيكون فيه مش انفرتد ريبيتس بقى زي اللي فوق، لا بيكون فيها انسرشن سيكونس. الانسرشن سيكونس دي اللي هي اول واحده، اللي هي بتتكون من ايه؟ بتتكون من انفرتد ريبيت، وفي النص في جين، وعلى الطرف في انفرتد ريبيت. يعني الحته دي لما اجي افكها افكها باللي فوق دي، يعني شوف خد الحته اللي فوق دي حطها هنا، حطها هنا وحطها هنا برضو، يعني هي عشان فيها اتنين انسرشن سيكونس وحطها هنا برضو. شوف بقى هيبقى قد ايه كبير قد ايه، عشان كده بنسميه كومبوزايت، يعني مركب او معقد في تركيبه. تمام، خلصنا كده اول تو تايب. التايب التالت اللي هو الباثوجينيسيتي ايلاندز. طيب الباثوجينيسيتي ايلاندز دي مش هعرف عنها غير تعريف، والتعريف ان شاء الله يبقى بسيط. هو عباره عن ايه؟ عباره عن جروب اوف موبايل جينيتك اليمنتس ويسن ذا كروموزوم اوف باثوجينيك اورجانيزم، والجينات دي كود فور ميني فيرولانس فاكتور. يعني من الاخر يعني انها الجينات المسؤوله عن الفيرولانس، الفيرولانس فاكتور اللي هي الفاكتور اللي بتخلي البكتيريا شديده او عنيفه. فهي جروب اوف موبايل جينيتك اليمنت موجوده في على الكروموزوم، موجوده على الكروموزوم بتاع مين؟ بتاع الباسو جينيك اورجانيزم. ما هو لازم يبقى باسو جينيك اورجانيزم عشان هو ايه؟ عشان في جينز مسؤوله بتكسبه فيريولنس فاكتور، فاكيد بيسبب مرض عشان هو ايه؟ عشان هو شديد. تمام. طب اخر حاجه بقى، اخر طيب من الترانسبوسبل اليمنت اللي هي الانتجرون دي. الانتجرون دي برضو هعرف عنها الديفينيشن بتاعها. الانتجرون دي سبيسيفيك كلاس من الترانسبوزون، بتعمل ايه؟ كيبابل اوف كابشرنج وموبيلايزنج الجين، بتحرك الجين وبتقصه وبتتحكم في الجينز. ولما الاقي سيكونس بالخصائص دي بسميها جين كاسيت. يعني لما الاقي جين فيه انتجرون، والانتجرون دي بتكابشر وبتموبيلايز الجين، بتتحكم في الجين بمزاجها، فبسمي الحته دي من الجين بسميها جين كاسيت. جين كاسيت، التعريف ده مهم. ممكن يجي يقول لك يعني ايه جين كاسيت، تقول له نفس تعريف الانتجرون، هي سبيسيفيك كلاس من الترانسبوزون which are capable of capturing and mobilizing الجين. تمام. بيقول لك حاجه على الجين كاسيت، بيقول لك انها has no promoter. يعني ايه بروموتور اصلا؟ البروموتور ديت الحته اللي كنت ديت الحته اللي في الدي ان ايه اللي منها بقى لما اشوفها، الحته لما اشوفها اعرف ان من هنا هيبدا الترانسكريبشن. يعني ايه الترانسكريبشن؟ ان انا هعمل من الدي ان ايه ار ان ايه، ان انا هنسخ من الحته دي ار ان ايه. تمام، هو ده تعريف البروموتر. كان سيكونس كده، هو سيكونس من البيزس او من ال او من البيزس اول ما اشوفها، فالانزيم ده يعرف ان هو هينسخ من هنا الار ان ايه. تمام، هينسخ من الدي ان ايه من اول هنا. تمام، فالكاسيتس دي اللي هي الجين كاسيت ما عندهاش بروموتور، ولكن بتعتمد على السترونج بروموتور بتاع الانتجرون، اللي هم الانتجرون ديت بتعتمد على الخاصيه بتاعتها بتاعت البروموتور دي فور اكسبريشن اوف زير جين، وعشان وعن طريق البروموتور بتاع الانتجرون بتعرف برضو تعبر عن الجينز بتاعتها، بتعرف تعبر عن الجينز بتاعتها انها برضو بيحصل نسخ للدي ان ايه، يتنسخ اما ار ان ايه بدون وحتى وجود البروموتور، والاما ار ان ايه بعد كده يخرج ويتحول لبروتين ويحصل له ويحصل اكسبريشن اوف الجينز ويتحولوا بروتين. تمام، عرفنا كده التايبز بتاع الترانسبوزبل اليمنت، انسرشن سيكونس، ترانسبوزون. الترانسبوزون في منها اتنين، سيمبل ترانسبوزون وكومبوزايت ترانسبوزون، والباثوجينيسيتي ايلاند اللي هي فيها المسؤوله عن الجينز المسؤوله على الفيرولنس فاكتور اللي هي بتخلي الاورجانيزم باثوجينيك، والانتجرونز عرفنا بنسميها ايه؟ بنسميها جين كاسيتس، والجين كاسيت ما عندهاش بروموتور وبتعتمد على خاصيه البروموتور القويه بتاعه الانتجرون، وبيحصل لها اكسبريشن برضو. تمام، خلصنا كده الترانسبوزون ديفينيشن، قلنا فيه ديفينيشن وعرفنا الخصائص بتاعته، والسلايد دي لسه مراجعينها، وعرفنا التايبس بتاعته. بعد كده اخر حاجه اشوف البكتيريا جينيتكس، بشوفها فين تاني؟ بشوفها في البكتيريوفاج، ودي اخر حاجه، اخر حاجه في البكتيريا جينيتك، عشان لسه هنشرح في حاجه كمان بسيطه كده يعني، بس صغيره الحمد لله. يعني البكتيريوفاج، يعني ايه البكتيريوفاج ده؟ البكتيريوفاج ده فيروس، نوع من انواع الفيروسات، ولكن ما بيهاجمش الانسان ولا بيهاجم اي حاجه تانية، متخصص في مهاجمه البكتيريا بس، بيدمر البكتيريا بس. تمام، ده الفيروس which infect او اتاك البكتيريا. شكله ايه؟ تعال نشوف شكله الاول. ادي شكله، بيكون له هيد، راس، والراس بتاعته دي هي اللي فيها النيوكليك اسيد او الدي ان ايه بتاعه، وبيكون ليه نك،
والنك دي بيكون معظمها مغطى بشيز كده، والشيز ده كونتراكتايل، يعني عامل زي ايه، عامل زي السوسته بتاع اسمها، مش السوسته بقى، مش السوسته بتاعت الجاكيت، لا السوسته اللي هي بتبقى في القلم اللي هو بيتكتك ده، اللي هي بتنضغط وتتفرد دي، تمام. فالشيز ده بيكون كونتراكتايل، بيبقى عامل زي فكره السوسته كده، لما بيكونتراكت بيقصر ويرجع تاني يتفرد، تمام. وبيبقى له تيل كده، تيل فايبر، وبيبقى فيه كمان في بيز، تمام. دي تركيب بقى البكتيريوفاج. تعالوا نقرا بقى في السلايد اللي قبلها. المورفولوجي او الاستراكشر بتاعه مكون من هيد، الهيد بيكون فيها النيوكليك اسيد اللي هي ممكن تكون دي ان ايه او ار ان ايه، والكبسيد ديت زي تشيز حوالين الهيد كده، بيحمي الهيد، تمام. والكبسيد ده بيكون عبارة عن بروتين. التيل بيكون عبارة عن تيوب، هولو تيوب، تيوب مفرغة، وبيتكون كمان من كونتراكتايل تشيز، او بنسمي الكونتراكتايل تشيز تيل تشيز، وكمان له بيز بليت وتيل فايبر. كم ان بيز صغيره كده. بيقول لك ان النيوكليار اسيد بتاع البكتيريوفاج ده هو ده الانفكشس بارت بتاع الفيروس، هو دوت الجزء المسؤول على انه يعمل انفكشن للبكتيريا. الكبسيد اللي هو حوالين النيوكليك اسيد دوت مسؤول عن البروتكشن بتاع النيوكليك اسيد، بيحمل النيوكليك اسيد اللي جواه. طيب الهولو تيوب دي معموله ليه؟ بيبقى معمولة عشان يمشي فيها النيوكليك اسيد بس، النيوكليك اسيد. طيب الكونتراكتايل تشيز، كونتراكتايل تشيز ده لما بيحصل له كونتراكشن فيقصر الجزء اللي هو بتاع الجزء دوت، الجزء ده كده يقصر، فالراس تقرب، الراس دي تقرب من ايه، من البيز، صح. هو بقى لما يجي يقف على البكتيريا بيقف زي ما هو واقف كده، والبكتيريا بتكون هنا كده، بتكون تحت. فلما الراس تقرب من الديل فبقى الدي ان ايه اللي موجود ده قريب من البكتيريا، تمام. اهو الكونتراكتايل تشيز وين كونتراكت برينج الهيد اللي هي اللي فيها نيوكليار اسيد نير تو الهوست سيل اللي هي البكتيريا. طيب البيز بليت دوت كاري التيل فايبر، اهو البيز ده هو اللي فيه التيل، طالع منه التيل فايبرز زي ما انتم شايفين كده، والتيل فايبرز ديت هي اللي بتاتاتش للبكتيريا وبتلزق فيها. طيب عايزين نقسم البكتيريوفاج، الكلاسيفيكيشن بتاعته بينقسم لنوعين، في لايتك فاج وفي تمبرات فاج. اللايتك فاج دوت بيعمل لايزس للبكتيريا، بيكسر البكتيريا ويحصل لها لايزس، يعني بتموت يعني، تمام. لكن التمبرت فاج ده لا، ده مش بيموت البكتيريا ولكن بيدخل جواها والاتنين يتعايشوا مع بعض، وممكن كمان يكسبها صفة جديدة. هو مثلا الدي ان ايه بتاعه فيه خاصية معينة فهو يزود عليها الخاصية دي، فلما الاتنين يعيشوا مع بعض في سلام كده وياخدوا على بعض بنسميها ديت لايزوجوني. لايزوجوني تحصل عملية الايه، اللايزوجوني، وبسمي السايكل دي لايزوجينيك سايكل، واللي فوق لما كانت الخلية تموت اسمها لايتك سايكل، تمام. تمام. الريبليكيشن بتاع البكتيريوفاج، البكتيريوفاج لا اما احنا قلنا لا اما يعمل كذا لا اما يعمل كذا في البكتيريا، فالاثنين دول مقسمينهم اتنين، لا اما يعمل لايتك سايكل ويموت البكتيريا، لا اما يعمل لايزوجينيك سايكل وما يموتهاش ويعيش جواها، تمام. عايزين بقى اللايزوجينيك سايكل دي نعرف عنها شوية حاجات كده. طيب قبل ما ندخل في اللايزوجينيك سايكل نشوف اللايتك سايكل. ادي اللايتك سايكل، ان انا عندي بكتيريوفاج جه وقف على بكتيريا فراح حقن الايه، حقن النيوكليك اسيد جواها، وبقيت الاستراكشر بتاع البكتيريوفاج بيموت عادي، ملوش لازمه بعد كده. وجوه جوه البكتيريا يقعد ايه، يخلي يسخر البكتيريا دي له، يقول لها ضعفي لي بقى البتاع النيوكليك اسيد بتاعتي ده، فتقعد البكتيريا يا عيني تشتغل له كانها خدامه، وتقعد تضاعف في النيوكليك اسيد بتاعه ده لحد ما يكتر، وتصنع له كمان بتاع غير اللي هو اللي مش احنا قلنا ده بيموت، بقيه الاستراكشر بتاع اللي بيموت هي بقى تكون له غيره، كوني لي غيره، تكون له غيره، تكون له هيد، تكون له تيل، تكون له فايبرز، تمام. وبعد كده بقى يتكون كامل هنا اهو، بعد كده كل حاجه تتركب على بعضها، التيل تتركب على الهيد وكده، بعد كده بقى يموت الخليه تموت ولما وتتفتح ويخرج منها مين، ويخرج منها البكتيريوفاج دول يبقوا كتير، تمام. ديت اللايتك سايكل قلناها بالتفصيل. بعد كده هنعرف معلومات عن اللايزوجينيك سايكل دي. اللايزوجينيك سايكل ديت عايزين نعرف فيها كام تعريف كده. البروفاج يعني ايه؟ البروفاج ده
هي هو مختلف عن البكتيريوفاج يعني. البروفاج ده مصطلح بنطلقه على الفاج دي ان ايه، على الدي ان ايه بتاعت الفاج اللي هو انتجريتد في البكتيريال سيل كروموزوم، يعني بنقولها على الجزء ده، على الجزء ده اهو اللي هو بنقولها على الدي ان ايه، على الدي ان ايه اللي هو دخل جوه ايه، جوه البكتيريا. تمام. طيب اللايزوجينيك بكتيريا دي اسم البكتيريا اللي هي خدت البروفاج ده بقى، يعني البكتيريا بعد ما دخلها البروفاج بقى اسمها لايزوجينيك بكتيريا. طيب هل اللي هنا دي كانت لايزوجينيك بكتيريا؟ لا، دي لايتك بكتيريا عشان هتموت. مين اللايزوجينيك بكتيريا؟ اللايزوجينيك بكتيريا ديت اللي هي مش هتموت، اللي هي وهي والبروفاج هيعيشوا في سلام مع بعض، وهو هيكسبها صفة جديدة. تمام. في عملية اللايزوجيني دي، يعني ايه بقى اللايزوجيني؟ العملية دي اللايزوجيني دي البروسيس باي ويتش الفاج دي ان ايه از انكوربريتد انتو بكتيريا الكروموزوم. الفاج هيدخل جوه البكتيريا الكروموزوم ومش هيموتها. تمام. بعد كده احنا كنا قلنا في السلايد اللي هي كانت اول واحدة ان هي راحت فين، ان الفاج اللي كان بيعمل اللايزوجيني كان بنسميه تيمبورات فاج، صح؟ والفاج اللي كان بيعمل لايزس للسيلز كان بنسميه لايتك فاج. طيب عايزين نعرف بقى التيمبورات فاج سايكل ده استفاد منها بايه، او ايه اللي بيحصل لما هي بتتعمل. يعني اول حاجه ان لما الخليه بتاعه البكتيريا تيجي تنقسم، فالفاج اللي جوه الخليه اللي هو مسك في الكروموزومات بتاعتها ده بيتنقل للدوتر سيلز اللي هي بعد ما انقسمت وكونت عيالها كده صغيرين، هما كمان هيبقى فيهم فاج رخرين. تمام. زي البروفاج، البروفاج دوت باسس للدوتر سيل، هيبقى موجود مع الدوتر سيل. والبروفاج ده ممكن في يوم يستغنى عن الخلية ويسيبها، رغم ان اللي كان جواها والاتنين كانوا عايشين مع بعض. ووقت ما يقرر يسيبها البكتيريا بتموت، بتدخل في لايتك سايكل. ما بتقدرش تعيش من غيره يا عيني. فتمام، ما بتقدرش تكمل حياتها من غيره. فلو هو لما هو يقرر يسيبها فهي بتموت. او ممكن يحصل حاجة تالتة، يبقى كده هو ابن لذينة يعني. لو عمل الحاجة التالتة هيعمل ايه بقى؟ الحاجة التالتة هيسيبها برضو، بس وهو بيسيبها ياخد حتة كروموزوم منها، حتة حاجة مش بتاعته، ياخد الذهب بتاعها من الاخر يعني. تمام. وهيسيبها برضو، هتموت بعده. هو في كلا الأحوال لما بيخرج من البكتيريا البكتيريا بتموت بعده. تمام. لكن هنا زيادة في الحاجة التالتة ان هو خد حتة من الكروموزوم بتاعها مش بتاعته. لو دخل بقى لما نيجي نشرح السبيشاليز ترانسدكشن بعد كده في السلايدز اللي جاية، يعني هنقول ان هو لما خد حتة من الكروموزوم بتاعت الخلية دي وراح دخل، هو عايش بعد ما خرج من البكتيريا بتموت، لكن هو عايش ممكن كمان يدخل في بكتيريا تانية. يعني هي هي هيخلي البكتيريا اللي هو دخلها اللي بعد الأولى دي تكسب يكسبها صفة جديدة من الخلية اللي كانت قبل كده. يعني هي صفة كانت موجودة في الخلية اللي هو كان فيها قبل كده، خدها وراح نقلها للخلية اللي دخل فيها بعد كده. زي مثلا الخلية اللي كان فيها مثلا كان عندها انتي بودي ريزيستنس. تمام. فهو لما راح للتانية ما كانتش هي بتموت بالانتي بودي مثلا، لما كنت بديها نوع انتي بودي معين كانت بتموت بيه، دلوقتي هو نقلها الخاصية بتاعت الايه، بتاعت الانتي بودي ريزيستنت. وهي عشان كده بيحصل البكتيريا بتبقى مقاومة للانتي بيوتيك بعد شوية. يعني انا لما باخد مضادات حيوي كتير فالبكتيريا بتعرفه خلاص وبتتعرف عليه وبتبقى تنحله يعني، وما بيموتهاش الانتي بيوتيك ده في الاخر. طيب عرفنا كده الاوت كام بتاعت التمبرات فاج 3، ان هو بيروح للدوتر سيلز وممكن يسيبها وتدخل في لايتك سايكل، او ممكن يعمل ثالث حاجه اللي هي سبيشاليز ترانسدكشن اللي هو ياخد حته كروموزوم منها وينقلها لايه، لبكتيريا تانية. طيب اللايزوجينيك سيستم ده له بروبرتيز معينه، له بروبرت بيخلي يعني البكتيريا اللي جواها فاش وعايشه معاه بتبقى لها صفات معينه. ايه هي الصفات؟ ان هو بيكسبها السوبر انفكشن اميونيتي، يعني هي خلاص مش هيجيلها انفكشن بيحميها من الانفكشن. هي جواها فاش، الفاش دوت بيمنع ان اي انفكشن تاني يدخل الايه، يدخل البكتيريا. وكمان ممكن يكسبها كمان اللايزوجينيك كونفرجن. يعني ايه اللايزوجينيك كونفرجن؟ يعني اللي هي الخاصيه بتاعه الفاش ده تتنقل لها هي. تمام. زي ما احنا قلنا ان هو نقل للتانية من الاولانية خاصية كذا. تمام. دي بمعنى اللايزوجينيك كونفرجن، ان هو خصائصه نفسه تتنقل او خصائص البكتيريا اللي هو خد منها حتة تتنقل للبكتيريا دي. تمام. يبقى حاجتين، السوبر انفكشن اميونيتي او لايزوجينيك كونفرجن. ايه هي البراكتيكال امبورتنس بتاعت البكتيريوفاج؟ البكتيريوفاج ده بستخدمه في ايه؟
ممكن استخدمه في، ممكن استخدمه في الفاش تايبنج. ايه يطلع ايه الفاش تايبنج ده؟ بستخدمه، مش انا قلت ان هو بيهاجم الخلية؟ تمام، بيهاجم البكتيريا بس. طيب انا لو لو خلية انسان انا واخدها وشاكك ان الانسان، ان الانسان خلية الانسان دي فيها بكتيريا كذا، بكتيريا كذا، فاقوم جايب فاج بيهاجم البكتيريا دي وادخله جوه خلية الانسان ده واشوفه هل هيهاجم البكتيريا اللي جواه دي ولا لا. لو ما هاجمش يبقى البكتيريا مش موجودة، لو هاجم يبقى انا اتأكدت كده ان البكتيريا دي موجودة جوه خلية الانسان ده. فانا بتتبع بيه الاوبئة والامراض اللي هي البكتيرية. ده بمعنى الفاش تايبنج. الفاش تايبنج ان انا بستخدمه ان انا بتتبع الاوبئه والامراض اللي هي بيسببها البكتيريا، بستخدمه كفيكتور. انا دلوقتي انا لما عملت كده ودخلته جوه خليه الانسان عشان اكشف عن وجود بكتيريا كده، انا استخدمته كفيكتور، از فيكتور. تمام، هي نفسها الاولانيه يعني. طيب، وكمان ممكن يحصل يعمل سبيشاليز ترانسدكشن اللي هو يكسب خليه صفه جديده من خليه تانية اللي احنا قلناها فوق دي. تمام، ممكن كمان يحصل يعمل ايه للبكتيريا، يعمل لها لايزوجينيك كونفرجن، ان هي تكتسب الخصائص بتاعته هو، بتاعته هو. تمام، لايزوجينيك كونفرجن. يبقى احنا كده عرفنا الاوت كام. 3، لايزوجينيك سيستم بيكسب البكتيريا صفتين، بيعمل لها سوبر انفكشن اميونيتي، ما يقدرش اي انفكشن يدخل ادام الفاج جوه. تمام، هو حامل البكتيريا، وممكن البكتيريا يحصل لها لايزوجينيك كونفرجن انها تتطبع بصفاته وتبقى زيه، تكتسب من صفاته. او وبعد كده البراكتيكال امبورتنس بتاعته عرفناها، ان هو بيبقى بستخدمه في الفاج تايبنج ان انا اتتبع الاوبئه والامراض، وبستخدمه كفيكتور، وكمان استخدمه في ممكن يعمل سبيشاليز ترانسدكشن ولايزوجينيك كونفرجن. طيب كده انا خلصت الجزء الكبير بتاع المحاضره، معظم المحاضره. هنرجع لأول سلايد اللي هي كانت كنا بنتكلم على البكتيريا الجينيتكس، وشفناهم البكتيريا الجينز، شفناهم في الأربعة دول، في الكروموزوم وفي البلازمت وترانسبوزون والبكتيريوفاج، خلصناهم الحمد لله.